حنبعد كثير من الحب والانتماء وتعزيز قيمة المحبة والوداد. فقرة مزيدا من الحب، معنا الأستاذ محمد زين العابدين أبو الديري، المدرب والمتخصص في هذا المجال في فقرة مزيد من الحب. مرحبا بك أستاذ محمد زين العابدين. مرحبا بكم فضائية طيبة طيبة طيبة، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة. الله يبارك. أنا سعيد جدا وأشعر بالسعادة أيضا لأن في غناء طيبة. نعم الله يزخر كثير. ما ممكن نتكلم عن السعادة إلا إذا كان الزول سعيد بيشعر بداية. هل أنت سعيد في أنا بالمناسبة سعيد، والصباح طالع مع الأمطار أجواء جميلة، سألت زوجتي قلت لها أنت سعيدة؟ قالت لي أنا سعيدة. طيب الإجابة كانت سعيدة. قلت لها فتكون السعادة من الفضية. إن شاء الله بتكون إجابة دبلوماسية ولا لا؟ ما دبلوماسية صراحة. طيب نبدأ بتعريف مفهوم السعادة كمصطلح، يكون لنا مدخل أول لمزيدا من الحب. نعم، هي السعادة حالة شعورية تنتاب الإنسان يشعر فيها بمزيد من الفرح، مزيد من القبطة، مزيد من السرور، وهي مرحلة ثانية من بعد التفكير. الإنسان يفكر في شيء ثم يشعر به ثم ينعكس بعد ذلك سلوك، فهذه المثلث الثلاثي الأضلاع، تفكير شعور سلوك. إذا كان تفكيرنا إيجابي يصبح شعورنا إيجابي، يصبح سلوكنا إيجابي. كثير من الناس يكون إنسان مغمر بالسعادة وحالة القبطة وتمتلك عليه كل دواخله ولا يستطيع أن يعبر عنها، هذه واحدة من أكبر إشكالاتنا يعني. فأنا أعتبر أنه الفضفضة مطلوبة، الإنسان يعبر عن كل ما، حتى إذا حب الرجل يعلمه بهذا الإحساس وهذا الشعور الجميل حتى ينقل إليه هذه الابتسامة التي هي ما يتوج به السعادة في حياتنا العامة والخاصة. طيب لأي مدى يؤثر الاختيار؟ اختيار مرحلة مهمة جدا ما قبل الزواج، تنبني عليها حياة كمان بعد الزواج، لأي مدى يؤثر الاختيار؟ نعم، أنا أعتبر أنه جانب الاختيار أحيانا من يجعل الاختيار هو للزوج، وهذا فيه ظلم كبير جدا يعني. الرجل يبحث عن المرأة ذات الخلق وذات الدين وذات الجمال وذات الحسن وذات الطاقة الإيجابية، وهو تلقى يقول لك والله ده ليه ما تكون بشوشه، وهو يكون صار وشه ذاته. فينبغي ايضا ان نبحث عن مواصفات الزوجه. فالعلاقه الزوجيه السعاده لا تتاتى الا اذا كان هنالك مستوى عالي جدا من التوافق، والتوافق بين الاثنين يعني معرفه الرجل بالمراه، معرفه المراه بالرجل، والمؤمنين والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، هذا التداخل وهذه الحياه طويله المدى. كثير من الناس بيستعجلوا في المسائل الشكليه او نقول نسميها ابعاد الجمال، ممكن يكون عندها صح. عمر محدد يعني عمر ما طويل المدى يعني. نعم. بعد ذاك الناس بيعيشوا بيناتهم باقي حياتهم كلها صحيح. بيعيشوا بالالفة والموده والرحمه، وهذه الاشياء كلها تتاتى، حتى بعض العلماء قالوا تتاتى بعد الزواج. نعم. ويجعل بينكم موده ورحمه، الاشياء دي قالوا لا تكون قبل. نعم. فاي علاقات غير منضبطه قبل مرحله الزواج يمكن تقود الى القلق بالمناسبه. نعم. هذا بيقول لو الناس البطله في الفوق في السقوفات تلقاه يتكلم بنص الليل، وهذا ده انسان قلق ما حيكون منه مرتاح وكذا. نعم. دي في كثير من الدراسات بتاكد انه دائما الحب الزواج بعد الحب بعد الزواج بيكون اعمق واخلد اكثر من غيره، عشان الزول بيكون استهلك واستنفد كل ما عنده من أي من عاطفه وغيره. نعم صحيح. فاذا الرجل والمراه الاثنين ادركوا ان لديهم دور كبير بيقوموا به في حياتهم، وينبغي ان يسعدوا بعضهم البعض، هو يسعده او هي تسعده، ويكون فيها درجه من الفطر ليست المبالغه الاكبر. انا اقول الان مثلا عندنا الرجل السوداني هو على درجه عاليه جدا احترام المراه وتقديرها يعني، حتى وان لم يصح صحيح. عن بعض، فما ينبغي ان ندخل في دائره بعض الشعوب. بعض الناس يقول لك والله المراه ما عارف اخذت قصرت له الارجل وعملت له ما عارف هنا، مسكت له البشكير للحمام والملابس جهزته. صحيح بتخدم زوجها لكن بالطريقه المربوطه بعاداتنا وتقاليدنا وقيمنا واشياءنا. ما معنى ما انقصر الرجل ابدا. فكان صلى الله عليه وسلم في حاجة أهله يعني في بيته، كان بينظف بيغسل بيطهو لزوجته، يقوم بكثير من الجوانب، هذه هي قوة للرجل. أنا من الطرائف التي أقولها أيضا في البرامج التدريبية أنا أقدمها، أقول أنه غسيل العدة يقوي العلاقة الزوجية بين الطرفين يعني، يزيد اليقين. طيب دكتور بتنفذ عمليا غسيل العدة؟ أي نعم نعم، غسيل نظيف كمان بالمناسبة. الخضرة كيف؟ لا الخضرة دي مرحلة متقدمة. طيب انت ذكرت التعبير، احنا شحيحين كده بطبعنا يعني، ما بنعبر يعني. انا لو عجبت بالبدله دي ما بقول لك البدله دي عجبتني يعني. صحيح. في البيت الحاجه دي موجوده. اي نعم. التعبير واثره في السعاده. انا اقول هذا حتى نقص على اسواقنا، اقول
يعني واحدة من إشكالاتنا الكبيرة جدا، أقول حتى في عملنا المؤسسي في خدمات المشتركين، في جانب السكرتارية، في الناس البائعين اللي بيقدموا نفسهم، ما بنستطيع نقدم نفسنا بهذه الأريحية. في بعض الشعوب نجحت في هذا الجانب يعني، وخطط خطوات كبيرة جدا، خطوات كبيرة جدا. الشخصية السودانية ربنا أعداها ببعض تكون ظروف البيئة والتداخل والمزج ما بين الدماء كلها كان لها أثر كبير جدا. هي شخصية طيبة لأبعد ما تكون طيبة في تعاملاتنا، في احترامنا وتقديرنا للمرأة، باعتبار أن نسبة الطلاق قليلة جدا في بيوتنا، عندنا فخ السترة في داخل بيوتنا وتعاملاتنا مع الآخر، جوانب كلها إيجابية كبيرة جدا. لكن الإصلاح والتعبير واحده من اشكالاتنا يعني. طيب ممكن زول يقول لك مشتاق ويكون ما مبتسم ويكون يتعامل معاك بقت وحتى انعكست يعني في منابرنا العامه وفي كل اشياء. نعم صحيح. طيب المعايير، في ناس مقبلين الاسبوع اسبوعين شهر عيد اضحى على الزواج، شنو ممكن نحصر معايير اختيار شريكه الحياه ممكن تحقق عامل السعاده الزوجيه ان شاء الله؟ والله أنا أقول طبعا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك، وأنا أقول الدين هنا ليست هو التدين التعبدي الغيم على الشعائر. كثير من الناس تلقى الإنسان رجل من أهل قيام الليل ويدخل المسجد واوا، لكن سيء الخلق. يعني يحصل كثير جدا ترضون دينه هو خلقه. أنا أمزج بين الاثنين. مهم جدا الرجل الذي يحترم المرأة ويقدرها ويؤدي حقها. طبعا التدين الدين فذات الدين لأنها تراعي حق الله سبحانه وتعالى. هذه مسألة مهمة جدا، ولكن أيضا الخلق القويم والتعامل الجميل الطيب، ليس بالإنسان القاسي الأصعب. النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الطفل الصغير قال 10 من البنين ما قبلت أحدا. هذا العربي الذي جاء فيه درجة من الجفوة، درجة من كذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاطف زوجاته، يؤاني زوجاته. أنا أقول نبحث عن الرجل صاحب الخلق، عنده دين وعنده خلق. المزج بين الاثنين مسألة مهمة، ما بنفصل عن لا لا نفصل أبدا. بعد ذلك يعرف معدنه أسرته وكذا. كذلك المرأة يعني لا نبحث. صحيح الجمال هو دافع أكبر يعني. حتى أذكر عندي واحد من أصدقائي قال لي والله أنا كذا ألقى الجمال ده الدين ده أقدر بقدر عليه وأنا ده بجيبه. النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح لكل هذه الأشياء لماله وحسبه وجماله ودينه، فاظفر بذات الدين لأنها هي تحفظك في دينك، تحفظك في عرضك، تحفظك في كل هذه الجوانب. فأنا أقول لكل شاب وشابة مقدمين على الزواج، أعلم أنه هذه مملكتك في داخل بيتك، ما تدي فرصة للآخرين للتدخل في حياتكم الزوجية، فضفض في أي في كلام جميل قولوا، ديروا خلافاتكم داخل البيت. الحياة ما قايمة كلها على النرجسية وقايمة على المثال، نكون واقعيين. لأنه الناس بيكونوا كانوا ماشيين ويتمشوا يقولوا في الأشعار والكلام، لكن أول ما شالوا وقفوا ودخلوا في المعترك بيقوا واقعيين بنسبة 100%. فالواقعية لابد من برضو لها مقتضياتها، احترامها، احترام أهلها، عدم ارتفاع صوتك عليها، عدم متابعتها. برضو من الأشياء اللي أنصحهم ما يحكوا برضو القصص السابقة، وأول ما يجي يجلس معاك والله والله أنا بالمناسبة أخذت 10 شواكيش بالمناسبة وفلانك ما زلت بحبها وبحب تحبني أو يعني حتى الماضي بكل تفاصيل ما محتاجين يذكروه في علاقتهم، يبدو من نقطة متقدمة. أنا والله عجبت بك وأنت عجبت، وحريصين في ضابط الدين والشرع. ربنا إن شاء الله بيوفقهم، الناكح يريد العفاف، ربنا بيوفقهم في كل يعني حياتهم. كل صاحب مال سعيد برأيك المال وفرته؟ المال ليس محدد أساسي. المال اصلا ليس هو المحدد الاساسي لشكل السعاده. كثير من الناس ظنوا ان السعاده في المال، فضلوا طريق ضلوا طريق، لانه الانسان اللي يمكن ان يشتري المراه بماله يمكن ان تصبح سلعه منتهيه الصلاحيه. لان الامر كان امر مال. وانا في هذا الجانب اقول نبحث عن الغدوات. انا نصيحتي للشباب مقدمين على امر الزواج انه ما يصعب على امه محمد يشقوا عليها. يعني الشاب اللي بيتزوج بالطريقه البزخيه ويدفع المليارات وغيره من الاشكالات في مظاهر ما بتشبه مجتمعاتنا صراحه. الاخ محمد والاخ ابو بكر، طيب يعني واحده من الاشياء اللي وجدناها انه طفله صغيره مولود صغير يعملوا احتفالات في صاله وكميه من الكاميرات يفقدوا نظره يعني بصره وهو عمره 40 يوم يعني. نعم. يعني ناس عندهم اموال ما قادرين. وفي بنوك الصدقات الان. نعم. الكبير من الناس المحتاجين في المستشفيات لغيره. فانا اعتبر الرجل لو يتزوج بالبسيط بنوا عشتهم وحياتهم بابسط شيء كفاطمه الزهراء رضي الله عنها وسيدنا علي رضي الله عنه، ثم بعد ذلك يقدم لها ما يقدم، يسكنها، يسفرها، يعمل ما يشاء، لكن لا يبقى قدوه سيئه في موضوع. وفي كثير من التجارب الناس اللي كان زواجهم يعني بقروش كثيره جدا ما ضمنت لهم الحظ بتاع الاستمراريه. صحيح. بنفس قله وبركه القليل. اي نعم نعم صحيح. لان الاشياء يعني ولا تبذل تبذيرها
والمسرفين الله سبحانه وتعالى يتكلم عنه في وربط الامر طوالي بعمل الشياطين وال ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين انسان اخو الشيطان بكل ما تعني هذه الكلمه من تفصيل. فالقدوات كذلك النساء يعني ما يدخل برضه الشروط هؤلاء للشباب. والله انا اعرف كثير من الشباب شاب تلقاه حريص يتزوج والبيت وتكلم معنا ولا احنا البغني اهل منه يعني لانه اخوي الكبير جاي من مختار الاغتراب وزوج بالطريقه وخلاص خرب يعني الامر كله للمجتمع كله يعني. طيب انعكاسات انعكاسات السعاده الزوجيه ما بين الاب والام على الابناء ودوره في تنشئتهم تنشئه مليئه بالحميميه والود والعطاء والانجازات في المستقبل. هذه مساله مهمه جدا انه الاباء الرجل المتدين المراه المتدينه صح اصحاب الخلق القويم التعامل لابد ان يروا اولادهم التجربه العمليه. احيانا كثير نسمع كلام في المساجد كلام في الوعظ والارشاد وبنسمع يعني ما يصلحنا لكن عندما ناتي الى بيوتنا نتلمس هذه المعاني. نعم لابد ان نجد واقع سلوك ممارسه. اي نعم لابد ان يكون ممارسه وسلوك عملي. فمحتاج الاباء والامهات في البيوت يعطوا نفسهم مساحه اكبر للابناء. واحده من الاشكالات الكبيره جدا نسي الناس اللي اليوم فتحت المدارس في ناس كثار يقول لك والله الحمد لله المدارس فتحت مسكت مننا مصايب اولاد مصحوا مصايب يعني البيت ده الانس والموده والرحمه تتاتى في داخل البيوت يعني صحيح. فالاولاد كونوا يلعبوا يوسخوا الحاجات يشخبطوا الحيط اي اي اين يفرغوا هذه الطاقات واين يجدوا سعادتهم وتكوينهم باللعب اليدوي والمعاني. فالاباء حقه اذا ما لعبوا معاهم وما يمنعوهم من هذا الحق. انا اقول حقه نجب ان نوقف هذه البيوت نجعلها ملاذات امنه ولا نجعلها سجون. افعل ولا تفعل كاتب لهم لوائح وخاتين لهم في الحوايط تلقى الاولاد قاعدين الجلوس نظيف ومؤدبين ومحترمين لكن منهارين داخليا تماما. ده تحطيم داخلي. لا يمكن نصنع انسان قائد ما لم نعطيه فرصه انه يجرب ويحاول ويلعب و فدي رساله للاباء والامهات نقول لهم سعاده ابنائكم وتربيتهم التنشئه السويه التي قائمه على التجريب وعلى المحاوله وعلى القوه وعلى كذا ينبغي ان تكون. انا المدرب العالمي توني بوزان ذكر عباره جميله قال الاطفال في سن الروضه درجه الاستعداد عندهم للمحاوله واللعب كذا تحصل 95%. اما عندما يحصلوا بعد التخرج من الجامعه نسبه الابداع والاستعداد منهم للمحاولات واللعب 10% فقط. فاحنا في هذه السن الباكر قاعدين نمنعهم نستغل كل مرحله مجمدين. نعم عشان كذا تلقاهم خايفين ويتحركوا. انا عندي واحد من اصدقائي حضر معي برنامج وتكلمت عن جانب الابتسامه عن كيف يتعالى في زوجته. فقال هو بيشتغل دوامين لانه بيشتغل في السكيورتي وكذا. فقال لي انا كنت اصل البيت وقطعها كلها بكون متفرغه فزوجتي ما بقدر بستقبلها يعني وما فاضي لها ولا لاولادي ولا كذا وكون زعلان وزهجان ودائر نوم وتعبان. فقلت لي شيل معك هديه امشي لها ليله وحاول انسه وضاحكه وغير القصه ومع اولادك. فمشى بيته ومين استقبل زوجتي استقبال كويس يحكي لي هو في ثاني يوم في البرنامج. قلت له شوف الحاصل ورينا بكره الاثر. فقال لي انا دخلت ولاطفتها وقلت كلام جميل وقصيده وتذكري ايام زمان مين غير القصه اولاده يجارينه. فقال لي دخلت المطبخ بتعمل لي عصير كل مره تفتح الباب تعالي لي زول ده نصيحه. حصلت استجابه فوريه يعني بدا انه يستجيب لانه قال لي انا قلت له طيب انت شغال لماذا؟ ليه شغال انت دوامين؟ مش عشانهم انت اذا شغال ووفرت لهم القريش والقرشين والثلاثه وضيعت ادخال السعاده في داخلهم والتعبير عن انك سعادتك باولادك ما في فايده وغيره فانت تعبان سا يعني. فحقه ده توجهك من سبيل توجه الاستراتيجي بالنسبه له ينبغي انه يكون اسعاد زوجته في كل الاحوال. نعم طيب البحث عن الزوجه الثانيه. نعم طيب يدخلك الموضوع ده في مشكله الحين بنخليه يعني غير المحور نمشي بحر. لا التعدد كيف؟ في يعني اشعار الرجل والزوج بالسعاده. ايوه نعم انا اعتبر انه وحده وطبعا الله سبحانه وتعالى عليم بحال الناس يعني و فانكحوا ما طاب لكم من النساء الايه عندما بينت هذا التعدد هو مربوط بالطبيعه البشريه. لكن انا في جانب التعدد اقول انه ما يصبح ما يكون هو السبب في ضياع الاسره الاولى. دي واحده من الاشكالات الكبيره جدا ودائما ياتي من خفاء وعدم وضوح وعدم بيان. الذي يريد ان يتزوج ان يكون واضحا مع زوجته ومع ابنائه ويضع احتمالات كبيره جدا في جانب حكمته في اداره الموقف. لا دائما المراه الثانيه ما تقف الى صف الرجل قصاد المراه الاولى يعني حتى ما ضد اولادك. حتى واحده من الزوجات كانت هي الاولى قالت حجه زواج وقال والله انت لا تجيدين اللغه الانجليزيه. قالت لي ما كان شرط في زواجي الاول انجليزي شو ما قفل الاسباب الواهيه التي لا يكون فيها احترام ولا فيها تقدير وكذا. وان كان نسبه النساء الان
الان نسبه كبيره جدا انا اعتبر واحده من اكبر الاشكالات الان تواجه مجتمعاتنا، قلة المهور، العادات، البيت صغيره ينتظرها لحد ما تكبر، وواحده من اشكالاتنا الكبيره انا اعتبر انه ده قرار ما يفترض ناجله. يعني يا حبذا لو يتزوجوا الشباب في سن الجامعات خاصه لمن يسر الله عليهم. انا اعتبر لو بقى الشعب السوداني 60% ميسورين الحال، ينبغي ان الاب ياتي لاولاده يزوج لهم في سن باكر عشان يمنعهم ويحصنهم ويديهم قوه وينشوا اولادهم. ودائما زواج الصغر بيجيب افضل الجينات، يعني العوامل الوراثيه القويه في قوه شخصيتهم كذا. وبعد ذاك نخرجه من الجامعه يكون معه ثلاثه اربعه من اولاده معه في البيت. اذا الاب ذاته بقى حاله ميسور وعنده ما عنده، يدخر امواله كلها يكدسها، والاولاد يقول لك ده ما تمشي تشتغل براكم وتعمل براكم. انا قلت لهم لو اديتوها لهم كغرض حسن يبقى عمل كبير جدا. لابد انه نغير مستوى تفكيرنا ونظرتنا التقليديه في مجتمعاتنا. كثير من المجتمعات الناجحه اللي قناهم يتزوجوا وزادوا عوامل الانتاج وعملوا نقله كبيره جدا. مشتقنا الان عدد كبير من الزواج يعني شباب قاعده انجاب معها انتاج شبيهه بها انتاج. نعم. وده قرار مؤجل يعني. نعم. يعني ثاني حتبدا برنامج الولاده وتاتي والكلام كله منتظرك يعني الشاب فاحسن تعملوا بدري يعني. طيب طالما الحديث عن السعاده الزوجيه ونمشي لمساله ابتكار الزوج وذكائه في ابتكار بعض الحياه الجديده لاضفاء مزيد من السعاده على الحياه الزوجيه، مثلا السفره خارج المنطقه، رحله اسبوعيه تكون في الجدول اليومي، دور الحاجات دي والتغيير في انه يطفي مزيد من يا سلام. انا اعتبر والله الكلام اللي ذكرته هي دي من الاشياء المهمه جدا، يعني ما بتغلب الزوج، ما بتغلب انه يجد من الوسائل ومن الاساليب ومن الطرق التي يسعد بها زوجته. نعم. كما تفعل هي كذلك. أنا أعتبر أنه حتى المرأة لو الرجل دخل بيته لقى أنه البيت ده معطر، غيرت شكل الجلوس، عملت لها ستاير جديدة، مين فاجأته بحاجة؟ لابد من يعبر ويقول كلمات، كلمات لا تشترى ولا يعني ما مكلفانا شيء كبير يعني. كذلك الرجل الذي يعبر عن سعادته بزوجته لابد من يعبر، التعبير ده يعني لابد من يقول الكلمات الجميلة ويقولها قدام أولاده. يعني ما يعني يستحي في الكلمات الجميلة اللي فيها إدخال السرور وكذا. جانب انه ما عندنا زمن لاولادنا، ما فاضيين، ما جارين، شغل العمل حتى لو ذهبنا للحدائق العامه بنمشي بكامل هندامنا وزينا، ليس بلبس رياضي وليس بلبس الناس دار يلعبوا مع اولادهم ولا الى غير ذلك. انا اعرف عدد كبير من مشايخنا الان في السودان علماء كبار يلعبون مع اطفالهم ويحبوا معاهم ويدخلوا تحت السراير، والله يعني حاجه جميله تحس انه البيوت دي مدينها شكل مختلف تماما. وانا سالت عدد منهم يعني فذكروا لي هذه الجانب المهم، فهذه صورة ذهنية لابد أن تتغير تماما. نعم. فالفرصة طيبة أنه عزم على حاجة أتى بهدية بسيطة، حتى يتعلم أبناء الصغار أنه حبهم لأمهم يكون من حب أبوهم يعني وكذا. طيب سكن الزوج والزوجة مثلا مع النسابة موجود في مجتمعنا السوداني. نعم. هل بيقلل من قيمة الحياة الزوجية ويكون في ضنك في الحياة، تدخلات النسيبة، المسألة تعالج كيف؟ أنا أنصح الأمهات تفهم أنه لديها علاقتها مع والدتها هي علاقة منفصلة تماما فيها الاحترام والتقدير وكذا. أنا أسعى علاقتي مع أمي وعلاقتي مع أخواتي وأخواني تختلف تماما علاقتي مع زوجتي. يعني صحيح كل إنسان له خصوصيته له علاقته له عمله. كثير من إشكالاتنا الأسرة المفتوحة عندما لا نحدد هذه العلاقات تحدث إشكالات كبيرة جدا. يعني الرجل يقول والله يجي يكلم زوجته والله امي دي قاعده اديها كذا وكذا، يا اخي امك دي انجبتك هي ولدتك، ما محتاج عندك حتى فضلك عليها، انت لا تتفضل عليها لانك انت اكبر فضل جاءت به هذه الام للحياه. فما محتاج حتى تكلم زوجتك، انا اديتها مبلغ من المال او حتى زوجتك تتضايق انه والله الشخص ده ما فاضي لنا يعني مع امه وابوه اهله واوا. فاذا اعطيت زوجتك اعطيها لوحدها، اخواتك لوحدهم، لا تنحاز الى طرف تجاه الاخر. أنا أقول برضو جزء من إشكالاتنا الأسرة المفتوحة في المكان الواحد غيبت جزء كبير جدا من خصوصية حياتنا. يعني المرأة تلقاها في البيت حتى ما قادرة تلبس لبس البيت وتصر أمام زوجها وتبني الإلفة العلاقات الحميمية بيناتهم لأنها هي مرة الضيفان. يعني 24 ساعة لابسة ثوب وقاعدة جوا البيت والراجل ده شغالين قدح طالع وقدح داخل، يعني ما في ذات مساحه له. كنا دي واحده من اشكالاتنا الكبيره جدا في اسرنا. صحيح الظروف الاقتصاديه احيانا تضطر الناس الى ذلك، ولكن ممكن يكون لهم خصوصيتهم. نعم. يعني خصوصيتك حتى في البيت الواحد تحصل اشكالات، المطبخ، التداخل، اخوات الرجل دائما يعني ينظروا له بزاويه تختلف عن، فالرجل ما ما ما, ما ينقل اشياءه. وكذلك المرأة حتى لو وقع الطلاق في أسرتهم الواحدة دي حصلت خلافات بيناتهم ربنا أمرهم يمكثوا العدة بتاعتهم في داخل البيت. يعني أنا حتى واحدة زميلتنا قالت لي أنا أربعته طلقني وأسألي قالت لي تاني أمشي ألبس له وأقول ده ما في نادي أخواني طوالي شغلوني بالركشة وكذا. يعني ده فاهم تعصب أحيانا فيه أنا ما مربوطة بالدين.
فمراجعة الجهل كمان المعلومة مش... تطلع الجهل مشكلة وعدم المعرفة كمان هو اللي بيقود لأنه صحيح. الناس تصرف تصرفات ما سليمة يعني. أي نعم صحيح يعني الناس محتاجة تتفقه في هذا الجانب وتفهم حقوق الزوج وأنا أقول مهما تجاوز الرجل وده المقام الرجولة هنا هي مواقف وهي مبادئ والمرأة دائما هي ضعيفة تتقوى بالرجل بما أن الرجل ده يتزوج خلاص أصبحت هي كل لهذا الرجل فينبغي أن يكرمها وينبغي أن يحترمها تأتي من أهلها عزيزة مكرمة سعيدة مبتسمة يذيقها النكال والعذاب للأسف بعض الحالات الزيدية فنقول له أنت أمانة أخذتها بأمر الله سبحانه وتعالى هذه الورقة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى الميثاق الغليظ اللي أخذته بعدك ما تطلع أسرار البيوت ولا غير ولا تمتنع عليها ولا على أهلها بأي معلومة عملتها هذا هي قمة الكرم التي ينبغي أن تكون للرجل طيب بنجد أحيانا البعض من الأشخاص هو قدام الناس ظريف ويفرفش ويضحك ويتكلم ويتونس دخل فتح باب البيت ركب الوش طوالي جدية وحزم وأعمل وما تعمل رسائل للبعض من الأزواج نعم أنا أقول مثلا إنسان مدير أو إنسان قائد لو كان في أجهزة نظامية أو كان في إلى غير ذلك أنا دائما بسألهم في لقاءاتنا مع بعض الناس المسؤولين في الإدارات العليا نقول له هل أنت مدير في المكتب لكن أنت مدير في البيت لا أنت في البيت زوج مختلف تماما فجانب الأوامر والقسوة والقوة والمشكلة كبيرة جدا واخطر حاجة أن الرجل يكون يهددينه خارج الشارع خوفينه يدخل البيت يبقى القوة في الحالتين طبعا هي مطلوبة لكن نقول أنه في بيتك ده لابد أن تعطي إذا كانت هي قاضبة وثائرة عندها ظروف محددة لابد أن أنت تتنازل أنت التي تكون ودائما بأخذ النموذج بتاع سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه عندما دخل على السيدة عائشة وجدها مختلفة مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه في الحالة دي النبي صلى الله عليه وسلم زوج وكان والسيدة عائشة كانت يعني. تكون غاضبة وبتقول وربي إبراهيم وقت تكون عادية تقول ربي محمد يعني حتى في البيت ذاته يعني هو في المسجد إمام ولكن هو في البيت زوج صحيح فكانت تعلي صوته ودخل سيدنا أبو بكر وبعد ذاك قالت له على يقول الحق لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل يقول غير الحق فانفعل سيدنا النبي أبو بكر دار يضربها السيد عائشة رضي الله عنها وأرضاها والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذاك قال له أخرج عنا أيها الرجل طرده وخرج أبو بكر ويأخذ في نفسه ينتظر في المكان هذه هي تفاصيل حياة زوجية وأنا أعتبر يعني فينبغي أن يكون التعامل فيها برشد النبي صلى الله عليه وسلم عالج بحكمته وعالج برحمته التي وسعت العالمين هذا النموذج العظيم وكان ينام مع السيدة عائشة يضع رأسه على حجرها وتفلي له رأسه مع أم سلمة وكان يصابغ تخيل عن الجيش جاي منتصرين زي انتصاراتنا في السودان الكبيرة يقدم الجيش ويأخر زوجته عشان يسابقه يتسابق معه ودي رسالة أنا أقول لكل قادة الجيوش الآن طبقوا هذه السنة دارين سبق عديد في أرض المعركة هذه هي القيم العظيمة التي يجسدها النبي صلى الله عليه وسلم فالبيوت أنا أعتبر أنها هي ملاذات آمنة ودافئة للتعامل الجميل للكلمات الطيبة تدخل المطبخ حتى لو هي تطهو حاجة قطع معاها خد السلطة أعمل حاجة كون جزء من هذا التكوين ليس يكون الرجل جالس وبعيد كذلك الأبناء مش يكونوا جالسين الأم في المطبخ تقوم بكل شيء هم قاعدين يقلبوا في القنوات يجيبوا لهم العصائر والشاي وقاعدين في محلهم هذا لا يستقيم يعني تتغرس فيه مقيمة المشاركة والجماعية أي لابد من البيت كله يشتغل صحيح. ولابد من يعمل لأنه الكبار تعلم من الصغار نعم. ودي الرسالة القوية الفئة الإلفة والمحبة والمودة التي طيب أصحاب الزوج لو يعرفوا بيقولوا المرأة رشاوة يعني مسألة دي أخواته برضو واحد قال لنا كان بغسل عدة لكن لقفل الشبابيك قال لي بقول دي طيب بيقولنا للكلام على الحديث و الفوارق العمرية بتأثر تأثير كبير جدا في الحياة الزوجية برأيك لأي نعم هي قد تؤثر لكن ما في كل الأحوال صحيح قد يكون اثنين متوافقين في فترة عمرية محددة الرجل قريب من المرأة وإذا كانت علاقة المودة بيناتهم رابط بيناتهم جانب عميق في جانب تدينهم في جانب التزامهم في جانب مهنتهم الواحدة ممكن تكون فيها درجة تجانس توافق كبير أحيانا ممكن التخصص الواحد يكون درجة تفارق يعني فيها مدعاة للنزاع وللكلام وللأشياء يعني وكذا يعني أنا عندي ولدي علي القرار قال لي يا بابا أنا سألت تمام عرفت عمره كم يت عمره كم قلت له ولدي تسحر ولا شنو أمشي برا داري يا غارين لأنه أنا يعني عندي فريق من العمر فيها وكذا فأنا أعتبر أنه إذا في بعض الرجال بيقول لك والله المرأة لا بد أن تكون أصغر مني بسنين 10-15 سنة 20 سنة إذا فهم بك فهم أنه هي تنجب له عدد من الأطفال ويعيشوا حياة سعيدة ولا بأس إذا بقى الفهم أنه هو داري يصنع على يده هو
ونصب نفسه في الحالة دي أنه هو القوي والصارع لأفكاره والموجه لها. أنا أعتبر أنه يكون فيه ظلم كبير جدا، لأن الحياة الزوجية هي قسمة بين الطرفين. الرجل القوي يأخذ قوته من زوجته القوية في رأيها وفي فهمها وفي استشاراتها، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من أجل الزوج والزوجة موجودين مع بعض يعني طول اليوم، يعني مؤكد حيحصل نقاش يقود لخلاف يقود لجدل، اختلاف في وجهات نظر حتى لو كانت قليلة عليه بساطتها. دخول طرف ثالث ما بين الاثنين، هل بنقص من عامل السعادة الزوجية؟ الطرف الثالث يجي له في حالة الاستشارة مثلا وبطريقة غير مباشرة، لكن المرأة أول ما اختلفت وضال ضربت لأمها وضربت لأبوها، وأبوها بفكر بطريقة مختلفة عن طريقة الزوج، والزوج ضرب لأخوات وجو طوالي برضو يتدخلوا. دي واحدة من أكبر إشكالاتنا الآن، التدخل السافر في عدم مراعاة الخصوصية العلاقة الزوجية. أنا أعتبر أنه في أشياء لا ترقى لمستوى أنها تنشر أو تخرج، خلافات صغيرة، قال لا كلمة سكتت عنه، قالت له كلمة سكت عنها، قادرين نراجع ببعض. وأنا أنصح كل زوج وزوجة أنه دائما مشاكلكم ما تخلوها تبيت. يعني أي تطويل فيها بيفتح مجالات لجانب فهم آخر. أيضا حتى العلاقات الزوجية برضو يراعوا الخصوصية، لما الرجل يحكي لأصحابه عن الحصل ليه لأنك إنت حتنسى وهم ما حينسوا، لأنهم عقليتهم مختلفة تماما. يعني هنا يدخل الغرض، تدخل الأشياء. فالعقد الشرعي ده فيه قيمة كبيرة جدا عند الله سبحانه وتعالى. طيب الزوج لو كان تراها، الزوج لو كان كتوم يعني ما بيعبر ما بيتكلم، فبيرى المشكلة لكن ما بيناقشها مثلا، فالكتمان وطبعه طبعه كده يعني يقول لك يا أخي الزول أصلا مما ولده ما بيتكلم في مشكلة وكتوم يعني حاجاته كلها جواه، فقد يواجه مشكلة في أنه يعبر، والمشكلة زي ما قلت ما تبيت لي تاني. أنا أقول أنه المغضبين على الزواج ينبغي أن تقدم لهم برامج تدريبية، يقدم لهم برامج تهيئة قبلية. ده احنا من الأشياء المهمة جدا ينقلوها الناس التجارب زي دي. الحين عندنا أنماط الشخصية 16 نمط، الرجل كله ما يعرف الآخر في تعامله في حاجاته له أثر كبير جدا. أنا من الناس المهتم بهذه الجوانب. أنا مثلا إنسان أسي بصري وما إلى الجانب الحسي، زوجتي سمعية ما إلى الجانب الحسي يعني، وأنا شاعر أحيانا بقول قصيدة وأنفعل أدخلها وبتقول لي والله انتهيت من قصيدتك، انا داير اقوم على مطبخي ولا كذا، فاقوم مسح لو كنت فاهم. فوجدت انه تعجبني جدا الاشياء السمعيه، مهتم جدا بالسمع، وانا مهتم جدا بالصوره لها اثر. ففي جوانب ممكن برضها تفيد في الارث الانساني في تدمج العلاقات بينات. انا كلام بيتكلم كثير وكذا، وهي قد تكون صامته وكذا، فبحاول استنطقها برضه في حاجاته، وادي جزء من وقتي لاهتماماتها، لانها بتجد نفسها في الاهتمامات حقتها يعني بطريقه مباشره او غير مباشره. فالذكاء العاطفي في وأثره في انسجام الزوجين واستمرار الحياة بيناتهم مسألة في غاية الأهمية. طيب آفة الكلمات الجارحة والسالبة للزوجة، يعني زوجوك لي وأنا ما رضيان، وأنا أصلا كنت موافق بيك، الحاجات دي ودورها كلها في انقاص عامل السعادة الزوجية. أنا أعتبر الحياة الزوجية حياة واقعية، فيها جانب واقعي كبير جدا في حياتنا، و تحصل بين الناس الحياة العادية يعني، حتى الكلام الأخذ والجدال والنقاش وارتفاع الأصوات أنا بعتبره شيء طبيعي. يبقى لو أديناه أبعاد تانية غير طبيعية ده الشيء الغير طبيعي، لو طلعناه كمعلومات وكبرناها. ومهم جدا في العلاقة الزوجية المشكلة انتهت، وانصح أنها انتهت حقه تاني ما ننكيها، يعني دي المرة 20 ودي المرة 7، وأنا ما زمان قبل كم سنة قلت لي وقلت ليك إنكاء الجروح وعدم تفويت الفرصة الآخر وتسجيل الأهداف في كل من الآخر. نعتبر العلاقة وخلق بينها زوجها، يعني ربنا جعل أنه المرأة هي ذاتها من ضلع الرجل عشان يكون في الأنس ورد من شقه قالوا الذي فيه القلب، يعني سبحان الله ربنا أراد هذا الخلق بهذه الكيفية. جانب أنه المرأة يا مخويفة يا مخويفاك، يا مسيطر عليك يا مسيطر عليها، دي معارك مصطنعة. ما بتشبه أصلا أمتنا الإسلامية ولا مجتمعاتنا الراشدة. طيب الفرقة في الدرجات العلمية، زول جامعي يتزوج مثلا الثانوية أو مرحلة الأساس، يعني الفوارق دي ممكن تخلق نوع ممكن مع عدم التواصل؟ لا ما في كل الأحيان. أنا أعرف تجارب ناجحة جدا لرجل أمي تزوج من امرأة متعلمة جدا وكانت من أفضل ما لديه، لأنه بس الجنة فقط، لأنه فاهم أنه هو كريم وأجواد ومحترم ومغدرة ويكريمة وكذا. وممكن يكون إنسان متعلمين جدا لكن يكون إنسان شحيح ويقهرها ويذلها وما يحترمها، ليست في كل الأحوال. درجة الإنسجام بين الاثنين، الرجل ومكانته، المرأة ومكانتها، هي ممكن تحترم زوجها إذا كانت متعلم أو غير متعلم، وكذلك الرجل. طيب وصلنا معك للختام فقرة مزيدا من الحب، يا ريت لو رسائل في كلمات
للزوجة وللزوج مع بعض عشان يقودوا سفينة العلاقة الزوجية دي لبر آمن مليء بالود والحميمية؟ أنا أنصح الزوج وصية واحدة، أنه في اختيارك إذا كان هو في مقدم على الزواج، يعني شاب المقدم على الزواج، نقول له فاظفر بذات الدين وذات الخلق، وأنظر أيضا إلى أسرته إكراما لأهلها وتقديرها وكذا، يعني تخير المكان الذي يقدر في هذا الجانب. يعني أقول للمتزوجين اعلموا أن حياتكم مملكتكم، دي مطلوب منكم تنتجوا أبناء وبنات تعتبرون رصيد لكم في دار الآخرة. طيب، أفضل ما تدخروا في حياتكم. أكثر فائدة اكتسبها الأستاذ محمد زي العبدين أبو جديري من خلال تجربته في الزواج وشعر بأنه حققت له عامل السعادة كمحطة ختام إن شاء الله لمزيد من الحب؟ والله أنا أعتبر نفسي توفقت توفيق كبير في اختياري، والحمد لله أجبت لي 4 أطفال أطلقوا علي سعادة كبيرة جدا، علي وعمر وفاطمة وبكر، وكلهم مصدر سعادة كبير جدا بالنسبة لي، وحاسي أنه أدخيرهم عند الله سبحانه وتعالى، وربنا وفقنا يبقى رصيد في الآخرة إن شاء الله. فلها التحية زوجتي ولكل الزوجات السعيدات في هذا الصباح الباكر كل أزواج. تحية لك أستاذ محمد زين العابدين أبو جديري على هذه الفقرة مزيد بالحب، إن شاء الله موعدين معك بفرات غادمات في أنفاس الورد عبر قناة طيبة إن شاء الله. الله شكرا لكم على قناة طيبة التي عودتنا دائما أن تأتي مثل البرامج الهادفة القيمة، صباحاتكم كلها مطر وكلها خير. شكرا كلها فأل وبشر. سلام شكرا جزيلا محمد. نتواصل مع كل مشاهدينا الكرام عدد من الفقرات المتعددة. محمد الزيتون الزيتون أكيد باكل الزيتون الصباح ده، صباح زيتون مع كيكة مع كوباية الشاي. طيب فاصل إعلاني ويمتد ويتواصل أنفاس الورد.